أفهم المواجهة. اليوم المخرج السينمائي والتلفزيوني المغربي هشام العسري فاسب إلى المرميد. مرحبا بكل من ينضم. مواجهة هذا الأسبوع مع مخرج يجتهد، هو بصدد إنهاء اشتغاله على فيلمه السينمائي الطويل الخامس ضربة في الرأس في السينما، ومخرج دياند وهم الكلاب والبحر من ورائكم وستافيو دوغ في التلفزيون كلام آخر. أخرج سيتكومات مثل كنزة في الدوار وأفلام تلفزية مثل نهار زوين. هو صاحب رواية سانت غيتا، يكتب كثيرا لكنه مثل مقدم ومعد هذا الموعد يتكلم كثيرا. شريطه الأول دياند والثاني هم الكلاب عرض في فئة عسيد بمهرجان كان، ثم الفيلم الثالث البحر من ورائكم والرابع سافيو دوغ عرض في فئة بانوراما بمهرجان برلين العالمي. لمن لا يعرف هشام العسري في السينما، هشام العسري في السينما سي ان بو سا. شحال بغيت نخرج من الكادر، نسد هذيك الثقبه اللي كيجي من الضحك ديال ولادي. هذا اذا فيما يخص السينما في التلفزيون هشام العسري سي او سي صح. يعني تمنك خضر حاطف حصير رجلان الله يحضر الساعه ما تجيب عشاشتك. بغيت الفندق. هناري الصقعه هناري هناري بشعيب جاي يتغدى عندك مع 12. تجربه هشام العسري هناك من يصفها بالاجتهاد، وهناك ايضا من يصفها بادعاء الاجتهاد. في الاف بي ام نناقش الرجل، نعبر اذا للاهم لنقاش الاف بي ام لنعبر. سي هشام مرحبا بك في الاف بي ام بصيغتو التلفزيون. شكرا على تلبيه الدعوه سي هشام العسري. سان بليزير، شكرا لك انت. ننطلقوا مباشره. مرحبا. واجد. سي هشام العسري، نبدا معك بجديد ديالك في السينما، فيلم ضربه في الراس اللي مازال ما خرجش للقاعات وما شافوهش الناس، اللي خديتي عليه تسبيق على المداخل من لجنه دعم الافلام في المغرب. المفاجاه هو ان هذا الفيلم هذا ما حصلتيش فيه على الشطر الرابع ديال الدعم، وهذا عنده بالنسبه لي انا شخصيا تفسير، ولكن غنحتفظ بهذا التفسير ديالي حتى نسمع التفسير ديالك انت. علاش السي هشام ما عطاتكش اللجنه ديال الدعم الشطر الرابع ديال هذا الفيلم هذا؟ هذه المساله اسمح لي نزيد نطول في السؤال، هذه المساله راه ما كتتعمل عاده الا مع المنتجين او لا مع المخرجين المنتجين للجنه كتشك في الدمه ديالهم، ياك مشكوك في الدمه ديالك. خصك تسولهم هما. هو اولا انا ماشي المنتج تاع هذا الفيلم، وانا تفاجات بزاف لان في التركيبه تاع الفيلم، يعني هو دابا ولا فيلم فرنساوي وما بقاش فيلم كاع مغربي، لان لقينا تمويل من برا من المركز السينمائي الفرنسي من سينسي من سينما دي موند، يعني شي حوايج قلال خادوهم افلام مغاربه اخرى. ما تنظن بانها جو سي با، انا بالنسبه لي نقدر نسميها بانها قضيه مازال فيها متابعه، دونك ما نقدرش نحاول نزيد لقدام زعما نتهم شي واحد لا شي حاجه، ما نحاولش نعطي تحليل من بدء ذاتي، مع العلم بان الا كان هناك شك في الدماء يعني كاين محاكم خصهم يشدوني في الحبس. ولا انا ماشي المنتج، انا غير المخرج تاع الفيلم. تنظن بان كاين حيف يعني صراحه، يعني ما غاديش نقولها بطريقه اخرى. ما عندكش انت شكوك في الكفاءه ديال مكونات لجنه الدعم مثلا؟ ما نبغيش ندخل في هذا الشيء، انا الفكره اللي غير باش نمشيو بوضوح. لا نمشيو بوضوح، ما ندخلش في هذا الشيء، لاننا انا بالنسبه لي ديما تنقول باننا كاين لعبه وكاين قانون اللعبه. يعني كنمشيو كنقدموا مشروع للجنه، اللجنه اللي كتعطي الدعم ماشي هي ضروري اللجنه اللي كتشوف الفيلم، باسكو كيدوز عامين، حيت الفيلم ما كيتصايبش في عام ولا عام ونص، كيتصايب خصو ثلاث سنين باش يكون ان فغي مونتاج فينونسيي، باش يكون المقاومات تاعو يعني السينمائيه. هو فيلم اللي ملي كنقولوا بان هذا الفيلم خد دعم من السي ان سي، خد دعم من الضحى انستيتوت، خد دعم من لوياف، خد دعم بزاف الجهات، باسكو عجبهم الفيلم لا في السيناريو لا في الانخراج لا من بعد زعما في لا فيرسون الاولى اللي تعطات تاع الفيلم، ولا حتى من المسيره تاع المخرج. مازال نرجع لهذه المساله ديال التمويل الخارجي، ان التفسير ديالي للعمليه تقدر تصح لي من بعد، هو انك ربما في كتكثر المتطلبات في الورقه هشام، ومنين كتمرر المرحله ديال التنفيذ مثلا كتعمل داكشي اللي كيبان لك خاصك تعملو باش ربما يشيطوا شويه ديال الفلوس وما تخسرش حتى المبالغ. الا كنت حتى انا في اللجنه
وعملت هذه القراءه وبان لي هذا الشيء، راه حتى انا ممكن ما نعطيكش الشطر الرابع من الدعم يا هشام، اش بان لك؟ نو ما كنظن بان ما عندها حتى معنى، لان اولا انا درت اربعه الافلام ما كانوش فيهم كاع الدعم، لا من قبل لا من بوندون لا من بعد، دونك كنظن بانني ما نقدرش ندير فيلم اللي خدمت عليه ثلاث سنين جست باش نشيط اونتر كيمي. انا كنظن بان ملي كنجيو تنبداو نهضروا على الفلوس كنضيعوا الاهم في هذا الشيء هو السينما. انا بالنسبه ليا الماركه السينما لا، غير لانهم اسمح لي قطعتك، لانه مساله غريبه شويه، ما تعطيش الشطر الرابع للمخرج اللي افلامه كتمشي لمهرجانات دوليه، والمخرج اللي مولف كيعمل افلام بلا ما يحتاج للدعم، ملي ما كتمنحوش الشطر الرابع راه كتخلق لينا واحد الاشكال، ربما كتجاني نشك كيف ما قلت لك في الديمه او لا في الكفاءه ديال هذا الشخص. يعني كاين مشكله هشام؟ ما كاين بيان سور كاين مشكل، كاين مشكل لان كنلقاو راسنا في فصل نقدر نقولوا لادمينستراسيون ولا حيت المشكل الاساسي اللي كاين هنايا هو انني انا باغي ندير غير الفيلم. يعني كنتقاتل كنتحارب كنضاربوا باش نديروا الفيلم، كنلقاو مساعدات برا، كنلقاو دعم معنوي مادي، ماشي غير قضيه الفلوس، القضيه قضيه دعم دوله لواحد الصنف. الا كنا كنهضروا على الرياضه، اشنو هو اش بغينا من هذه الرياضه؟ واش بغينا نمشيو الالعاب الاولمبيه ولا نربحوا كاس العالم؟ يعني كنخدموا باش نوصل لهذا. الا بغينا السينما، علاش بغينا السينما؟ علاش هذا بوم؟ هذا هو السؤال. واش بغينا السينما نتفرجوا فيها احنا بيناتنا؟ هي اللي غنوصل لك ليها. ولا خلينا نكمل لك، ولا بغينا السينما باش يكون اشعاع ثقافي، باسكو السينما كتمشي لاي بلاد. انا الافلام تاعي كامله كما قلتي ما غاديش نقول انا، جالوا العالم، الفيلم الاخر خرج فرنسا، الفيلم اللي قبل نخرج فرنسا، جوائز، ميم دي ماستر كلاس كنديرهم في بلدان اخرين. باش نرجع انا نكمل لك، باسكو المهم حيت خصني نقول الحاجه وما نخليكش تقول بانني كاين هناك شك في الدم تاعي، لانني انا ماشي منتج تاع هذا الفيلم. عباد الله انا ماشي منتج تاع هذا الفيلم، وانا عندي الثقه الكامله في المنتج تاع هذا الفيلم. يعني انا حضرت وشفت المشكل اللي كيطرح هذا. يعني الخلل فين كيبان لك انت هنا؟ لا ما غاديش نقولها، ما غاديش نقولها. الخلل هو انه مسطره، عندك ثقه في المنتج ديالك وفي نفس الوقت كتقول لي انا ما نقولش. يعني لا ما فهمتينيش، لا كاين خلل. هو اننا الان في صداد زعما كنحاولوا نشوفوا، يعني الا كان حكم، الا مشينا للمحكمه باسكو ضربتيني ولا ضربتك، غادي يشوفوا الدلائل وغايشوفوا الشهود وغايشوفوا هذا وغنوقفوا القضيه. سي هشام، انا عارف بان عندك قدره كبيره على جلب الدعم من مؤسسات خارج المغرب، سواء من اوروبا او لا من الخليج. كيبان لي كذلك انك باغي تستعمل واحد السينما خاصه اللي غادي نناقشوها من بعد. اذا من المفروض انك في نظري تستمر في نفس النهج وتبقى تتعامل مع هذه المؤسسات الخارجيه وتخلي باقي المخرجين المغاربه مثلا اللي ما عندهمش هذه القدره هذه يستافدوا من هذا المبلغ اللي انت غادي تاخذه وغينوض عليك الصداع من بعد، او لما تاخذ الشطر الرابع. اش كيبان لك؟ اوكي، لا بالعكس، لانني انا مواطن مغربي، مواطن من هذه البلاد. هذه البلاد عندها مؤسسات اللي كتخدم المواطنين. الا كنت مريض غنمشي للسبيطار، الا كنت باغي نقرا غنمشي لافاك سيتيغا. كنظن ان المركز السينمائي العمل تاعو هو انه يدعم اشخاص كيديروا افلام. ابخي حنا كندخلوا في النطاق ما هو انساني. ما هو انساني هو كاينين دي جون غتعجبهم، دي جون ما غتعجبهمش، دي جون غيمشيو معاك في التيار، دي جون ما غيقول لك هذا الشيء هذا تخربيق اكسيتيرا. يعني هذا الشيء متداول وكيتقال لكل شيء. انا ما بغيتش نقول زعما شي حاجه اللي غنجرح شي واحد. مي كنظن بان الا كانوا الافلام تاعي كيدويو على المغرب، خص المغرب يدوي عليا. سيتو انا مخرج شاب كندير افلام ملي كنكون عندي امكانيه بانني نديرهم بلا دعم، يعني افلام خفيفه اكسيتيرا اكسيتيرا، بحال الافلام الاربعه اللي درت. ماشي مشكل، ما عنديش مشكل، ولكن كاين شي افلام خاصهم دعم. الا بغيت ندير شي حاجه ملحميه، الا بغيت ندير شي حاجه كبيره، الا بغيت ندير شي حاجه محتاج فيها الامكانيات، انا مغربي خصني نبدا بالمغرب. يعني غنمشي برا بيان سي، غادي يكون احتفاء وحفاوه وغادي يشوفوا وغادي ياخذوا بعين النظر بانني عندي واحد المسار، واخا باقي صغيره ما عنديش 50 عام ولا 60 عام، ما عنديش بزاف. يلا اول فيلم تاعي صيبته في 2011، يعني غير خمس سنين. دابا كنهضروا على الفيلم الخامس والسادس. هذا اجتهاد مني، هذا باسكو عندي واحد الرغبه بانني نوصل لواحد النوع من السينما. واخا انا نشوفوا هذه السينما اللي انت مركز عليها سي هشام في حياتك المهنيه، ما غاديش نحكم عليك سي هشام بطريقه اعتباطيه، وانما غادي ناكد لك، انت عارف بانني شفت الافلام ديالك مرات ومرات. خرجت بواحد القناعه انك شاب نبيه باغي تعمل واحد النوع ديال السينما خاصه بك انت، ولكن هاد السينما ما كتتماشاش مع الاهداف ديال صندوق التسبيق على المداخل، اللي هو تخلق باش يسلف كيف ما قلنا منتجين، باش يكون عندهم فيلم جماهيريا ناجح
ويقدر يرجع المال اللي خدا منها الصندوق. مع الاسف الافلام ديالك الا دخل ليها الجمهور سي هشام غادي ينسحب بعد نص ساعه على اكبر تقدير. وما باغيش نتكلم على السينيفيلي لان هذه الفئه راه فئه قليله بزاف. اش كيبان لك؟ كنهضروا على المغرب؟ كنهضروا على الجمهور في المغرب؟ مازال وصلت حتى خارج المغرب. اوكي نزيد نوضح. مثلا انا شفت العروض ديالك في المهرجان ديال برلين. راه الجمهور اجنبي اللي العين سي هشام والعقل والعواطف ديالو راه متعوده طول الحياه على السينما الراقيه. من بعد تقريبا واحد الربع ساعه بدا الجمهور كيخرج. دابا من باغي تعمل هاد السينما ديالك سي هشام؟ راه ما صالحه لا للمغاربه واقيلا لا للاجانب. نو سي با فغي. جو بونس كو اتر ا برلين ديجا سي ان اكومبليسمون. يعني باش باسكو ابخي نهضروا على الجمهور اللي كيجي كيتفرج في الافلام تو سا بيان سور كنحترمو. انا ديما كنقول الجمهور اللي كيجي للمهرجان برلين وهاد الناس راه لا ما فهمتي. نو سي با سا. كنظن بان كاين جوج تاع الطرق لممارسه السينما. انا بالنسبه ليا كنديروا السينما باش نعجبوا وكنديروا السينما باش نسالوا ولا نبسطوا ولا نضروا في الراس ولا شي حاجه بحال هكا. انا بالنسبه ليا انا باقي في هاد التوجه هذا الاولاني اللي ماشي بالضروري الناس يتفاهموا. بالعكس نخلق جدل بين الناس، نخلق مشكل. انا كنعرف في المهرجان بان الناس خرجوا حيت عافوا باسكو كاينين دي زيماج قاصحين بزاف وهضرنا عليها وتكتب عليها بزاف لا في تورونتو لا في برلان لا في كاع المهرجانات. في مصر كانت شي مومبغ تاع الجوري خرجات كاع، ولكن هذا ماشي مشكل. كنظن بان فوالا خرجات. كنظن انا اللي كيهمني هو ان كاين رد فعل، كاين تجاوب بطريقه ولا اخرى باش نرجعوا. لا هو النقطه اللي قلت لك لانه مثلا فيلم اللي هو الخامس ديالك نعطيك الدعم باش تعمل سينما اللي ماشي بالضروره خص يحضروا ليها ناس كثار. اذا هذا الشيء يعني ما كيتماشاش مع التوجه ديال الدعم من اساسه. ولكن شكون اللي قال باننا كنديروا فينا هما القاعات السينمائيه بعدا باش نبقاو نهضروا على المردوديه؟ واش كاين شي فيلم مغربي رد الفلوس؟ جو سي با ما عنديش الارقام، مي كنظن بان كاين جوج تاع الحوايج. سوا نديرو السينما اللي هي في اطار اللغه السينمائيه كنهضروا مع الناس وكيخرجوا، سوا نديرو افلام اللي غيدخلوا ليها الجمهور. كنظن بان المهم بالنسبه لينا حنايا كشعب هو اننا نشوفوا واحد النوع من الاشعاع الثقافي. تقدر تكون حتى في الرياضه، واش في الرياضه كنقول الرياضي يرجع لينا الفلوس؟ لا، كنظن بان سي با سا. حنا باقي ما وصلناش لذاك المستوى فين غتكون عندنا صناعه نصنعوا الافلام، يعني نوجدوا كاع المحيط اللي هو كتبدا من سال دو سينما، من سيستم دو فينونسمون، من 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 لي فينونسمون بريفي، من لي فون اكسيتيرا اكسيتيرا، باش يكون واحد ليكو سيستيم نقي مقاد. وفينالمون الهدف الاول ان كنديروا الافلام باش يجي الجمهور. المصريين حقوا هذه الفكره، الهنود حقوا هذه الفكره، الشينوا حقوا هذه الفكره، الامريكانيين، الفرنساويين اكسيتيرا. الفرنساويين لا، الفرنساويين باقى سينما مدعمه. وهما بالنسبه لهم سي سا ليكسيبسيون فرونسيز، هو انهم كيدعموا لا فرانكوفوني، كيدعموا السينما تاعهم، ما كيتسناوش بالضروره هذوك الافلام يخدموا تجاريا، باسكو كاين افلام ما تيخدموش تجاريا، ولكن عندهم موقع مهم كبير بزاف بالنسبه للسينما الفرنسيه. واخا مشيتي فرنسا سي هشام، انت عندك واحد المجموعه ديال المؤسسات كما قلت اجنبيه اللي شريكه معك وكتاخذ من عندها الدعم، وشيء طبيعي ان هاد المؤسسات هادو وبقى مركز معايا غادي تروج عبر وسائل الاعلام مثلا فرنسيه ان هشام العسري مخرج شاب عبقري وعنده سينما ما بحالها حتى سينما في المغرب. على حسب ما قريت راه كاين مجلات وجرائد فرنسيه تنقلوا بيناتهم كون الفيلم ديال مثلا دو سيز بيهايند البحر من ورائكم من افضل 10 ديال الافلام اللي خاصها تشاف فرنسا. هادشي بكل صراحة نعطيك رأيي الخاص، أنا ما كيبهرنيش وما غيدوش عليا أنا بلغة أخرى، وهادشي كيبان لي شي شوية ديال لا بروباغوند مخلط مع شوية ديال البوبيسيتي مع كلشي كيعطيو هاد الوصفة هادي. اش كيبان لك؟ البروباغوند تاع من وعلاش؟ لأنه هاد الناس هادو يعني داخلين شركاء معك، شيء طبيعي شركاء مثلا في التمويل، طبيعي انه مثلا ملي كيمشي الفيلم ديال ذا سيز بيهايند باش يتعرض في القاعات الفرنسيه اكيد بانهم غادي يخرجوا بدي زارتيكل بريس باش نكون معك اوضح كما كنشوفوا اللي كثار واللي كيقولوا شي اشياء اللي كبيره من بين 10 ديال الافلام اللي خص ضروري المشاهد الفرنسي يشوفها. بزاف علينا باش نتفاهم. اوكي لا كنظن بان كاين واحد السوء فهم. دابا عارفك فين باغي تجرني ولكن ما غاديش تجرني، انا كندير الكاراتي. دونك لا كنظن بانك علاش غيديروا لا بروباغوند الفيلم المغربي كيهضر على الناس في كازابلانكا؟ ما كاين حتى معنى. هادو الجرائد وهاد القصاصات تاع الصحف اللي جبتي تاع زعما الصحفيين انديبوندون
عندهم حتى علاقه. راه مجيد وشوف اخويا شوف اخويا الا كانت علاش هاك غنمشي معاك انا غادي نكون بلي غوتور كوتوا وغادي نمشي معاك في الستيل تاعك. علاش انايا مغربي ساكن في المغرب عندي باسبور غير مغربي عايش في كازابلانكا علاش ما يديروش لي بحال هكا من الدار البيضاء من المغرب في برلين فسميتو ما عمري ما تنتلاقى بان الدبلوماسيه المغربيه اللي انا مسؤول عليها باسكو انا كنخرج من المغرب يعني كنولي مواطن مغربي في العالم طبعا الا كنت موسيقي خصهم يتهلاو فيا الا كنت كنلقاو هذه العنايه كنلقاوها بزاف يعني كنعطيو بزاف د الفلوس من المركز السينمائي باش نديرو افلام ولكن كنخليوها يعني ما كنعاونوهاش باش يكون عندها اشاع كبير باسكو الا بغينا نمشيو للاوسكار راه ماشي نديرو فيلم ونمشيو للاوسكار خصنا نديرو فيلم وخصنا نديرو ان كومباني راه بحال لا بوليتيك يعني الا جينا نذكرو يعني اكبر الافلام في 15 عام الاخرى ولا 20 عام الاخرى سيدي فيلم تاع ميغاماكس سيدي لوبيست واعرين اللي كيشدو شي فيلم دو كينغ سبيتش ولا كاع هاد الافلام هادو دو كينغ سبيتش فوالا ماشي كيف غاتعمل مثلا الدوسيز بيهايند في هاد الحاله هادي لا لا انا ما كندخلش في مكان ولكن كنمشي معاك بنفس لا 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 ما غاديش نتقلق عليك واخا غاتجبدني ما غاديش نتقلق عليك واخا لا 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 وخليني نكمل خليني نكمل علاش ان فيلم انا نقول لك ان فيلم كوم ماد ماكس سي ان فيلم داكسيون يا با ديالوغ سي با تخي سامبل il y a des codes qui sont pas forcément compris par tout le monde علاش كنحكروا راسنا علاش تقول لو كين سبيتش او دو سيز بيهايند زعما علاش باغي تدخل في هذا في لا ديكوتومي لا لانه المتلقي تما واجد حنا كنتعاملوا مع متلقي اللي عارف اشنو كيشوف واللي عارفين بانه ملي غتعمل له هذه الحمله الدعائيه راك غتجرب بكل سهوله للقاعات حيت انه مثلا بالنسبه للفيلم ديال هشام العسيري كيبان لي انا صعيب بالخصوص انك تقول بين 10 ديال الافلام اللي غايشوفهم المشاهد الفرنسي ما تصطادش لك ما شويه جاتني بزاف سي هشام واش السينما اللي غنتواصل بها مثلا مع افراد وجماعات اللي باغيين يفهموا رسائل ومحتاجين يفهموا افكار باش يناقشوها ويعطيو رايهم فيها هي مثلا نشد الكاميرا نبقى ندورها او نقلبها ونرد مثلا الصوره كحله ونجيب بنت ما تعرفها واش حمقاء او لا بعقلها ومثلا ندير ليها الكرشه شنو كتسميوها نتوما الدواره في راسها ياك ونجيبو شي واحد حداها مسكين عنده شي ورم في وجهه وفمه وحاط تليفون في ودنه وكيشوف حتى هو في السماء ونقول للناس وفهموا داكشي اللي بغيتو تفهموه اش غادي نفهم سي هشام واش انت بعدا فهم او لا غير حلمتي مثلا بها وبقات بقات عندك في الذهن ديالك مشوشه وخاصك تصورها وتقول للناس كنعمل مثلا سيميائيه رجل وقت السي هشام باش تتم اعاده الاعتبار للوضوح في السينما كنظن لا ودي وجهه نظر ما غاديش ندخل معك ما غاديش نحلل ما باغيش ندخل معك زعما غنحلل وغنقول لك لا كاين معنى الناس شافوا فيه معنى كتبوا عليه شنو هو المعنى اللي عطاهم اكسيترا اكسيترا بالنسبه لي كنحاولوا نعطيو واحد العالم صغار كنعطيوه امكانيه التعبير بلا ما نهضروا بلا ما نكونوا في الحوار بلا ما نكونوا باسكو كتسولني واش القصص مفهومه ولا ما مفهوماش بو مو سكي امبورطون سي واش كنحسوا ولا ما كنحسوش لو ديغو سي اوسي زعما حاجه ما كتحمل كتوحل لك هنايا سي اوسي ان ايموسيون دو سينما واش حنا غنبقاو سينما غير نضحكوا ونبكيو لا ماشي بالضروره ولا. ماشي بالضروره دونك ما غاديش نجاوبك على السؤال تاع الفهم لان هذا كنخليه الناس اللي باغيين يفهموا كنظن بانه في الهضره تاعك كاين وسي تبسيط يعني كنحاولوا نختاجلو هذا لا فكرتني في واحد نزيد لا فكرتني في واحد السكيتش تاع لي زانكوني ملي كيهضروا على السينما دوتور بورتوغي اكسيتيرا اكسيتيرا نو جو بو فير ان سينما كوم سا اي سي مون دوا ما عجبكش مرحبا سي با غراف لا انا غير اللي بغيت نقول لك بالنسبه لي عندي انا كاينين دي جون عجبهم لا طبعا انا بالنسبه لي عندي السينما الناجح في المهمه الفنيه والثقافيه ديالو هو اللي يقدر ينجز فيلم اللي يتواصل مع جماهير سواء في المغرب او في فرنسا او في امريكا او في اليابان متفقين حيت السينما راه سي هشام راه لونغاج يونيفرسال معموله للانسان في العالم كله رغم الخصوصيه ديال كل بلاد على حدها هادشي هو اللي ما كتعملش انت بكل بساطه ماشي بغيت نبسط يعني الشوفه للسينما ديالك تفضل وي با داكور ان فات دون لا ديفينيسيون خصنا نهضروا مع كاع الناس في العالم ولغه سينمائيه Je ne suis pas d'accord. Moi, je fais un cinéma entre guillemets de niche. Je m'adresse à un public que je connais.
Je sais dans quel sens ça va. Et... Bien sûr. Oui. Regarde, c'est très simple. Oui. On peut dire que c'est un cinéma opaque, compliqué, complexe, un peu difficile d'accès et tout ça. Oui, c'est assumé. Difficile d'accès, mais chez le Colse. Là, on parle de sens. Moi, je n'ai pas envie d'expliciter mes intentions, parce que sinon, je ne ferai pas de film. Je vais écrire des articles ou un papier, ce que je faisais avant, mais non. Une chose que j'ai envie de te dire, c'est Hicham, à propos du film L'Akhar Dirk, Darba Ferras, et même il va se faire dans le Maharajan Berlin, qui est à l'extérieur de la compétition, en février المقبل. Là. مازال ما عرفناش. ما عندك حتى شي تاكيد من المهرجان؟ مازال. لا نقول لك لانفورماسيون مي نو لو فيلم سيليكسيوني دوبي جوان يعني من اتساع مي اون فات يلفو اتوندر جونفي بور سافوار سيليكسيوني كيفاش دابا؟ كومبيتيسيون اوفيسيال بغيت نفهم انا كيفاش هاد القضيه هادي واش هاد الناس كيختاروا لك الفيلم ديالك قبل ما يشوفوها ولا هشام العسري بلاصتو مضمونه تما بلا نقاش حيت راه لي دو سون بيان راه يفو با اوبلي سي با دي جون بيت راه الاف كيجيو 3000 فيلم كيجيو في العام زعما كتعرفها وكنعرفها يا ان كونفيونس بروبابلومون مي نو جافو الفيلم بيان سور كيزون في الفيلم اي سون في سا في سكيلز ابل ايرلي سكرينينغ في يونيو شافوها في جويي المهم لا غير بغيت باش نفهم لانه عاده قبل 4-5 الاشهر عاد كتجمع ديك اللجنه اللي كتختار الافلام اللي غتمرر المسابقه او اللي كتمرر البانوراما انت في شهر يونيو في يوليو تبارك الله عليك واخا سي هشام كتجيب ممثلين عندهم كفاءه كبيره وانت عزيز عليهم وبكل صراحه كيتعاطفوا معك وعوض ما تخص لهم واحد المساحه في السيناريو باش يبرزوا هذه الكفاءه التشخيصيه كتستغل غير الوجوه بعض المرات والاشكال ديالهم باش تبني لا كارير ديال هاد السينما المغايره ديالك علاش؟ جو سي با داكور كنظن بان كاين واحد سوء فهم بالعكس انا عزيز عليا الكوميديان فات عزيز على ليومانيتي فوالا سي سا اي لي كوميدي الا شفتي كنخدم تقريبا مع واحد ان تروب يعني تاع لي كوميديان واللي تايقين فيك كما قلت سي بارتاجي سي كيسيون دو كونفيونس سي كوم سي دي فخير بور موا ايل مو بروتيجي تو سا مي جو سوي با داكور جو بونس كان كوميديان سي با فورسيمون كالكا ا كي اون دون ان اسباس ديكسبرسيون سا بور موا سا نيكزيست با سا سي ان في دو ليسبري سا دير ان فيلم سيكري سو ريفليشي se tourne, se monte de manière très très pragmatique, c'est-à-dire. Je sais pas, ça parle l'arabie, ça. Ah, on parle l'arabie, c'est mal dit. Là, le film qui t'écrit ou qui te sort ou qui te monte, يعني بطريقة يعني pragmatique. Je sais pas si c'est pragmatique. كتمرن الساعة عاد كتبان لطيفة أحرار. كنشوف مثلا واحد بحال مثلا ما غنمشيش يعني نجيب ممثل باش ينفض الحوايج ديالو باش طير الغبره وبقى دوز على التجاعيد واحد الدقيقه ونص وما كنعرفوش حنا الشخصيه ديالو شكون هو ماشي بالضروري نجيب ممثل محترف باش نعمل هذا الشيء ما غنتفاهم بالعكس حيت هذاك الممثل كيجيب الحموله تاعو بانه عنده تياتري كنهضروا على بن عيسى الجراري سي تري تري بيل رونكونتر سور كنزه في الدوار دايا Et en fait, qui s'est traduite, qui s'est concrétisée, ensemble, jouer à Kelbek, le rôle est extrêmement compliqué. C'est-à-dire un personnage, des monologues qui font comme ça ou la tête, le drac, ramachi ça là. Avec l'indication. Oui, il fait un petit sourire. Le film, je dis, la figure, Hadis Bcharaf, Nani, Choufou, Darba Ferras. ربما كي هنا كتستدرك هذه المساله هذه بالعكس كاين استثمار كبير في الممثل اللي مشارك معاك هنا كاين الفرق ولكن هنا كتنسى باننا لا ما نتفقش معاك يعني كتحاول تعطي دي كونسيبت سامبليفي مي سي با غاف جو كومبرون لا تو سي دو لانك نقول لك لا تيفا احرار لا نهائيا ما هي با بروفوك او كونتخيغ ما بالعكس انا بغيت نفهم معاك الساعه ما فهمتش ومن قبيله وانت كتقولي لا ما بغيتش نبسط لا وشرح لي انه ملي كتعطيك فرصه باش تشرح لو بيرسوناج تاع لطيفه احرار في جوا كلمه شنو هو المشكل بان تجي من بعد نص ساعه
لا شنو هو المغزى مثلا انت عندك باسكو سي دي بيرسوناج باسكو جي با بيزوين دو كومونسي افيك ال شيز ال كي رونتر جو نو غارد كو لي بارتي سينيماتوغرافيك اونتر غيمي سي دير كان بيرسوناج سي كوم دون بسايكو لو بيرسوناج برينسيبال مور في نص تاع الفيلم وكيجيو دوتر بيرسوناج زعما نو مي سي سي سا دير اون فيت اون دو با زعما نرد كلشي ردو عادي طبيعي خصنا نبداو من البدايه اكسيتيرا دونك وهنا ما متفقش معك كاع في هذه الفكره كامله تاع بانك تستغل الممثلين حيت قالوها لي جوج المرات ثلاثه المرات زعما كتستعملهم بحال اكسسوار نو بلاكس كنعطيهم امكانيه بانهم يشتغلوا بطريقه مغايره في شخص مغايرين هما تيقبلوا الكونترا موا سا مانتيريس اي اون ترافاي اونسومبل ما تنساش بان ان فيلم بحال هومو الكلاب كيهضر غير على بيرسوناج واحد عنده كاع المساحات اللي بغينا باش يهضر عليهم دونك دونك فوالا سي جيست واخا واخا خديت الجو ديالك الان سي هشام كاين واحد الفن عالمي اللي هو الكاريكاتور اللي يمكن نتفقوا كاملين على الكيفيه ديال فهم الرموز اللي فيه ونستمتعوا به خصوصا إذا كان من وراء واحد الفنان تمكن من الأدوات التعبيرية ديالو وعنده وضوح في الرؤية الفنان كاين معنا وواضح واضح بزاف وضوح الشمس في نهار جميل هو خالد الشرادي مرحبا نشوفوا العمل ديالو تفضل واخا اوكي طبعا نخلي لك التعليق على هذا النص الفني جيم بيان chose ça drôle c'est pas juste mais c'est mais j'ai beaucoup d'humour donc j'accepte la chose je ne pense pas que la télé mérite là le récipient leader ça m'a dit le leader et c'est pas juste c'est pas vrai ça c'est pas vrai parce que moi je travaille pas de deux manières différentes je travaille de la même manière mais pas pour le même objectif la même démarche, la même écriture, les mêmes comédiens parfois, c'est moi qui écris le scénario. Donc, تستغل في بعض المرات مثلا بغيتي تقول منتوج تلفازي باش تجيب منه ممثلين اللي تعرف عليهم في عمل تلفازي باش تخدمهم في عمل سينمائي. نو مي انا كتروغد كدير دي راكورسي رد البال. يلا تفضل. Moi je travaille de la même manière, avec les mêmes outils, avec les mêmes comédiens. Sauf que quand on fait un film de cinéma, moi je prends le risque de faire un cinéma. Depuis tout à l'heure, quand on travaille pour la télévision, on essaie de faire quelque chose. Là on peut parler de clarté, de simplification, d'impact immédiat sur le spectateur. Mais ça, je le prends comme, comme une caricature humoristique, mais je ne m'identifie pas. Chauffe, c'est le grave de l'amour. Le mugayer qui est en train de cinéma ديالك. ما عنده حتى شي علاقه مع الاسلوب سي هشام اللي اشتغلتي به في الاعمال التلفزيونيه هذه وكنظن ان هذه الفكره انت مقتنع بها وتبقى لك سرحتي بها معايا في هذا البرنامج في صيغته الاذاعيه في اول مرور ديالك كان من بعد جا واحد الصدى كبير من بعد ديك الحلقه هذيك على التصريح ديالك بخصوص نوعيه الجمهور اللي كيتبع الاعمال التلفازيه كنظن بانه ما بقيتيش باغي تتكلم على الموضوع لا نو سي با سا جو بونس كو انا ما غاديش روكاد ديك في ديك الساعه يعني هذه عام ونص ولا عامين ما رديتش لان كنظن بان الا دخلنا في لا موفيس فا والنيه الغارقه يعني يا بلي ديسكسيون لي جون اللي خادوا جمله حيدوها من السياق تاعها وليت كنعاير في المغاربه علاش غنعاير المغاربه؟ انا مغربي علاش غنعايرهم؟ بالنسبه لي كنحاول نخدم من نيتي باسكو سي سا لو مو ملي كندير الافلام وملي كندير ملي كندير التلفازه يعني التلفازه كنهضروا مع هو الشرجم محلول عند الناس كاين شي حوايج ما نقدروش نديرهم هذاك البلون تاع الكرشه ولا هذاك الشيء صعيب شي شويه اوباكي تو سام ما عندوش معنى في التلفازه لان التلفازه ما كتبغيش لو سيلونس ما كتبغيش لومبيغويتي خاصنا 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 توك سامبل ايفيدون سي دون لا دراماتورجي زعما دو ميلو درام قصه ماشي تبسيطي على كل حال لا هذا وجه هذا حكم قيمه تاعك انت نجبدوا عاوتاني الاعمال التلفزيونيه اللي سبق لها تقدمات جبد ماشي مشكل ولكن هذه لقات صدى صديق اش غنقول لك انا وعلى كل حال دابا ما بقالناش راس مال زمني كبير سي هشام نمروا للمرحله الاخرى لا كاتارسيس نمروا وي سي هشام الكاتارسيس التطهير النفسي طبعا من خلال البوح الصريح انا كنعرفك صريح ولكن غنخلي لك الكلمات انت تتكلم كاتارسيس سي هشام اللي كيتوجه للجمهور ديال الاف بي ام تفضل تنظن بان
اهم حاجه دابا اللي كطرا في العالم كامل يعني لا في المغرب ولا ايغ، هو اننا ما بقيناش خدامين بلي ميم كود تاع اللي قبل تاع القرن 20، ولا الانترنت عنده صدى كبير، ولا دوتغ مانيير التيرناتيف دو فابريكي لي زيماج دو نو فابريكي نو ميم، يعني كيفاش نلقاو الصوره تاعنا، كيفاش نخلقوها بلا ما نكذبوا على راسنا، بلا ما نكونوا في لغه خشاب ولا التصورات ولا التخيلات ولا هذا. دونك نحاولوا نهضروا على راسنا بواحد البساطه اللي غتخلينا نزيدوا لقدام. تنظن بان الا كان عندي واحد رجاء ولا ميم هو اننا نفكروا بان هاد لي زيماج اللي كنصيبوا دابا من 20 عام 30 عام غيتشافوا، وما خصوش الناس يشوفوهم يقولوا هاد الناس كانوا اغيغي ولا باقين كيحلموا ولا ما كانوش اون فاز افيك كومام، باسكو هنا كندخلوا في المرض النفسي. دونك ما خصش نكونوا مرض نفسيا، خصنا نكونوا واثقين باننا في هاد اللحظه من التاريخ تاعنا، في واحد اللحظه اللي هي زعما مهمه، خصنا نحاولوا ناخذوها، خصنا نحاولوا نتجاوزوا كاع العراقيل اللي عندنا، المشاكل الاقتصاديه اكسيتيرا، باش نخلقوا واحد ان ايدونتيتي. جو سي با سي با ان كاتارسيس مي سي ان واخا سي هشام العسري، شكرا على العبور تجربه المرور في الصيغه التلفزيونيه الاف ام. كيف جاتك يعني في واحد الكلمه او جوج؟ مزيان. طيب شي اسم انثوي اللي تبغي نوجه ليه الدعوه مستقبلا للمساءله في العباد؟ جبتيها لطيفة احرار باش هي تجي تجاوبك على علاش جات في نص ساعه الاخرى، وعلاش بغات تخدم معايا، وعلاش خدمنا اونسومبل، ساشون كون بوسي اونسومبل بزاف المرات. دونك شوف غادي نجاوبك. لا طبعا لطيفة غتكون تبعات المواجهه ديال اليوم، وكنوجه ليها الدعوه لانه مرات في الصيغه الاذاعيه هذه واحد السنتين عندها جديد، اشتغلت معك، دخلت فيلم من بعد نص ساعه، اشتغلت في اعمال اخرى. كنوجهوا الدعوه للطيفه. سي هشام العسري، تمرين الاف ام تمرين كيبقى صحي. شكرا هشام العسري، وشكرا لكل من ساهم ويساهم في هذا الموعد من ضيوف، وشكرا لكل الطاقم التقني، والشكر لمخرج العدد هشام عبد الرحيم. إشارة أخيرة بها أختم، حين نتابع بعضا من برامج مماثلة عند الخلق في البلاد الأخرى نرحب، وعندنا طالبنا ببرامج مماثلة، وحين حضرت انزعج كثير من المتجاوزين. سينيور في كو جو نو سوا با ايترنيلمون انكومبري. هشام العسري مرة أخرى شكرا على الحضور، وحد موفق مستقبلا. افام شي نوف اون في سا بيان على ميديان تي في. الى الملتقى.